رز خليجي بالرومي، عندنا صدر رومي، ممكن ورك، ممكن حتة، اللي يعجبكم. العرق اللي من غير عظم كله ينفع، ما فيش مشكلة. اللي موجود عندكم ينفع، وينفع بالفراخ نفس الوصفة، وينفع باللحمة نفس الوصفة، وبالأرانب حتى تنفع نفس الوصفة، بتبقى جميلة. عندنا صدر رومي وثلاث كوبايات رز بسمتي، 6 كوبايات مرقة، و4 وحدات طماطم مقشرة ومفرومة، 3 فلفل رومي مفروم، 3 بصلات مفرومين، راس ثوم صحيح، زيت نباتي، و3 ورقات لورا، و3 أعواد قرفة خشب، و6 فصوص حبهان، و6 حبات قرنفل صحيح، ورشة زعفران باودر، ومعلقة صغيرة كركم، ملح وفلفل اسود. وهزود على المرقه ميه علشان اكمل السوى بتاع الرز، لان طبعا 6 كوبايات، لا 6 كوبايات مرقه مظبوطين ل3 كوبايات رز بسمتي، انا معرفش ليه شفتهم 4. وتتبيله الصدر نفسه هتكون عباره عن 2 كبار معلقة من الصلصه، وزيت نباتي، ومعلقه صغيره من القرفه الباودر، رشه من جوزه الطيب، ومعلقه صغيره من الحبهان المطحون، 2 معلقة صغيرة بابريكا، 1/2 معلقة صغيرة قرنفل مطحون، ومعلقه صغيره كركم، ملح وفلفل اسود. ونبدا شغلنا. واول حاجه هنبدا بالديك الرومي، عايزين نعمل التتبيله بتاعته ونتبله. طيب معلش انا نسيت اطلب منكم يا جماعه، عايزه طبق بايركس كبير قوي، ممكن المستطيل الكبير خالص ده تجيبه لي اذا سمحتوا، اشكركم. نعمل التتبيله، والتتبيله هتكون عباره عن صلصه، هنحط الصلصه ومع الصلصه هحط كل التوابل، القرنفل، جوزة الطيب، البابريكا، القرفة، الكركم، والحبهان، وعندي طبعا ملح وفلفل اسود، وبعديهم الزيت، هحط كمية من الزيت تكفي ان كل صدر الديك الرومي يتغلف بيها، وانا شايفة ان كده زي الفل. هبدأ اقلب كل المكونات اللطيفة دي تتخلط مع بعضيها كويس قوي. تقليب تقليب تقليب، بقى عندي خليط كده من التتبيله، تقيل ولونه محمر شويه وريحته كله التوابل اللي احنا حطيناها، وكل امورنا تمام. لو لقيته تقيل زياده عن اللزوم ممكن اخففه بشويه ميه، لكن انا الحقيقه المقدار عندي مظبوط جدا. اللي حابب يضيف خل او ليمون ممكن، مفيش مشكله، ولكن انا يعني مش شايفه انه ليه داعي قوي. هاجي اخد صدر الرومي الجميل ده في طبق كبير على قده. ايه؟ حسيت. حسيت. طبق لطيف كده، بلاش مش هرميكي، هحطك في الطبق اهو. كنت حارمية فرع الروزماري، بعدين قلت ليه؟ ما اللي يجي منه احسن منه، نحطه يدينا ريحة. رومي حاجي بالسكينة وشقق. ودي حركة متعمدة عشان التتبيلة توصل لحد جواه خالص، والسوى يوصل لحد جواه خالص. تقدروا تشققوا اكتر من كده على فكرة كمان، يعني انا ممكن اضيق كمان الشقوق بحيث اني اضمن ان التتبيل واصل لجوه قوي. طيب ليه؟ عشان ده ديك رومي، لحمه سميك جدا، لحمه ملوش نكهة تقريبا، فالتتبيلة مهم انها توصله لحد جوه عشان اكل حاجه طعمها حلو. الجلد اللي بيتقطع بالسكينه ده عادي جدا، مفيش عندنا مشكله، المهم انه موجود وبيطر الديك الرومي وهو بيستوي. يلا ضيقنا كمان، يعني خلينا الفتحات اكتر عشان تاخد
تتبيل اكتر. شايفين بقت ضيقه ازاي؟ ده كده تمام جدا جدا جدا، وهيدينا نتيجه لطيفه. بصوا كل دي بقى كده اهو شقوق اقدر ادخل فيها التتبيله. هاجي بالتتبيله الحلوه بتاعتي دي كلها واوزع. وابدأ أدخل في الشقوق اللي أنا عملتها بإيدي. شايفين بقى ميزة الشقوق دي؟ هتاخد تتبيلة قد إيه؟ وهتحلي الطعم قد إيه؟ كل الشقوق نفتحها نوصلها التتبيل من جوه. ممكن اجي ارجع اخد كده تاني واوزع تاني زي الفل. الظهر مش نور بتقولي الظهر ما تعملش يا سارة؟ مش مهم خالص. ليه؟ عشان الظهر ده هيفضل ينزل فيه التتبيلة دي طول وقت السوى وهيتشربها تماما، فانا ما عنديش مشكلة خالص ان الظهر ما وصلوش التتبيل، هيوصله بطريقة تانية اثناء السوى. لكن اللي انا ايه، مش ده مش قصدك كده يا نور؟ ايوه كل ده هيتبل يا حبيبتي ما تقلقيش. احنا كمان هنعمل ايه، مش هنسوي الديك الرومي ده كده على الناشف قوي، هنحط له شويه سوائل، فشويه السوائل اللي هنحطها هتساعد كمان ان التتبيل ده يوصل لكل حته. انا يهمني قوي ان التتبيل يكون على الوش كويس وفي الشقوق كويس، لان دي اللي هتخلي طعم الديك الرومي من جوه يا حلو يا عادي او ما يتاكلش او ملوش ميزه يعني معينه، او مش هيبقى حاجه وحشه بس هيبقى حاجه ملهاش طعم. فتاكدوا ان التتبيل وصل لجوه كويس قوي. اللي حابب يزود تتبيل عن كده يقدر يزود كميه التتبيله ما فيش مشكله، لكن انا ما بحبش يعني انا مش عايزه اكل تتبيله بس برضو انا عايزه ادوق طعم الحاجه نفسها، فكده بالنسبه لي ممتاز. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ حالا هقول لكم. اول حاجه عايزين نعملها ان احنا نمسح اطراف الطبق عشان ده الطبق اللي هنقدم فيه في الاخر، او اتليست اللي هنسوي فيه، فما يبقاش شكله وحش. احنا مش هنقدم فيه بس هنسوي فيه، فيعني ايه حتى السوى يبقى شكله حلو، ما نشوفش حاجه شكلها وحش تضايقنا. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد نفس المكان او نفس البوله او نفس الطبق او نفس الكوبايه اللي عملنا فيها التتبيله، نحط فيها كده شوية مية، نلم بيها البواقي بتاعت التتبيلة كلها وحنوزعها في قاع الطبق، مش كتير زي ما انتوا شايفين. انا ما حطيتش كمية كبيرة اللي ايه يعني تغرقوا، احنا مش بنسلق في الاخر، انا بس عايزة شوية سائل يخلوا في رطوبة كده تخلي الموضوع احلى، ولو في اي تتبيلة متجمعة ادوبها بقى في الميه اللي انا حطيتها. حالا في الفرن، نسيب بقى ايه الفرن يعمل سحره. طبعا انا ممكن اعمل التتبيله دي، او يفضل الحقيقه ان انا اعملها قبليها بيوم اتنين مفيش مشكله، خلوا الراجل المسكين ده يتبل براحته وياخد وقته ويعيش حياته كده. وهندخله دلوقتي الفرن يستوي. التوابل اللي انا حطيتها بالمناسبه انتوا ممكن تضيفوا عليها اي حاجه على حسب رغبتكم، يعني ممكن تضيفوا لها توم باودر، بصل باودر، كاري، كمون، يعني خلوا في حريه في التوابل على حسب ذوقنا شويه، ما تحكموش نفسكم باللي انا عملته، بس يعني اللي انا عملته بيدي طعم خليجي جميل، واحنا ايه رايحين في ناحيه الاكل الخليجي النهارده، فعشان كده ده اللي ظابط معانا. يلا درجه حراره 220 من فوق وتحت، عندي مروحة توزيع حرارة هشغلها، وهنسوي على الرف اللي في النص أو الرف اللي في التلت التحتاني من الفرن. وخلصنا كده جزئية صدر الرومي اللي هنسيبه ياخد وقته في السوى خالص لحد ما احنا نحضر له الرز اللي هيتقدم معاه، اللي هو برضو مستوحى من النكهات الخليجية. والرومي الصدر في الفرن محتاجين دلوقتي نعمل له الرز. طيب هنعمل له الرز ازاي؟ يلا بينا. شوية زيت في الحلة السخنة الحلوة دي، وفي الزيت هنشوح البصل
مع فصوص الثوم مع التوابل الصحيحة كلها. هدي البصل رشة من الملح ورشة من الفلفل وعايزاه يتشوح لحد ما ياخد كده ايه اطرافه تبدا تاخد لون بني. طيب هتلاحظوا ان انا ما حطيتش لا الكركم ولا الزعفران، صح؟ تمام، صح جدا، عشان احنا مش هنحط اي توابل مطحونه من الاول كده، يا اما هتتحرق معانا. هنحط التوابل الصحيحه بس هي اللي تستحمل الحراره من الاول. انا حاسه انه محتاج شويه زيت، هزود له بس وهسيبه يتشوح. بصل هنا بيتشوح تمام وما عندناش مشاكل، لسه ما خدش اللون البني اللي انا مستنياه، فهسيبه براحته. تمام، البصل يعني اهو قرب. وتعالوا كده لحد ما البصل يوصل لبس درجة الذهبي اللي انا عايزاها دي، لان بتفرق في الطعم. نبص الديك الرومي عامل ازاي. هنلاحظ ان الصدر عمال يستوي. استنى استنى بقى عشان انت بتطلب حاجات صعبة قوي. اهو شايفين بدأ يلون وكل امورنا تمام. احنا فاتحين عليه من فوق وتحت، ولكن لو خد لون كافي وانا خلاص مش عايزاه يغمق عن كده، ممكن جدا ان انا اقلل الحراره اللي تحت. حطيت الكركم والكركم اخد التشويحه بتاعته، اقدر احط الفلفل ياخد برضو التشويحه بتاعته. واقدر احط دلوقتي الطماطم، واقدر احط دلوقتي بقى الزعفران. انتوا كرمة قوي في الزعفران كده ليه يا جماعه؟ مش قادره اقول لك يعني ايه اللي هو انا في هفوه زعفران، يا هفوه زعفران كده في البوله لا ترى بالعيد المجرده. والله نقلب يا بص ما لونش حتى كتر ما قليله. نقلب الكلام الجميل ده ونسيبه كده شويه على النار. تقليبه كده وخلاص، كده بقت كل الخلطه بتاعتي جاهزه، البصل مع الفلفل مع الطماطم مع التوابل مع كل حاجه. اقدر احط الرز يتقلب كده معاها وياخد من طعمها. وبعد كده بنسقي بالمرقه. الشباب جابوا لي شويه زعفران بعد ايه الفقره الاعتراضيه اللي انا عملتها. فنضيف الزعفران الباودر، طبعا اللي يقدر يحط زعفران شعر يا ريت هيبقى احلى واحلى. بس كده زي الفل. مش قادره اقول لكم فصوص الثوم السليمه اللي بنحطها دي بتدي طعم وهمي زي للرز. هنسقي بالمرقه وشكرا. ملح ورز سوي عادي جدا زي اي رز في الدنيا. نقلب. تقدروا على فكره تغمقوا البصله تبقى زي بصله الكشري لو حابين، والرز يبقى اخد لون بني شويه، ده برضو اوبشن مش وحش خالص ولطيف. هنغطي. الرز شرب ميته كويس جدا، فمحتاجين نوطي عليه عشان ما يتلسعش. بغرف الرز دلوقتي، ممكن يا حمدي يعني ايه تيجي تشوفه لو عايز. تحفة. وزي ما انتوا شايفين كل رزايه برزتها والامور تمام. نفرده في الطبق وده هيبقى جاهز لاستقبال صدر الديك الرومي. بس تحفه.
ريحته مش قادره اقول لكم عامله ازاي، بس هنسيبه كده على جنب جاهز ومستعد. هطلع صدر الديك الرومي من الفرن واجيلكوا حالا. ده اخر حاجه خلاص يا حمدي، يلا اهو يا حبيبي خلاص صدر الديك الرومي. ونوسع مكان بس للرز، ممكن نحط الديك الرومي فوقه ممكن ما نحطوش، بس بما ان هو لسه ما كملش سواه فانا هدخله تاني يستوي، فمش هشيله بصراحه من طبقه عشان نبقى ايه ناس منطقيين.